دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كمال ملك الشهر الماضي إلى انتخابات نيابية مبكرة تسببت في خلافات بين أعضاء الائتلاف، وقد أسفر ذلك عن خروج عدد من النواب وتشكيلهم لحزب سياسي جديد. عادت هذه الخطوة الأنظار إلى موسم الانشقاقات وما يعرف بهجرة النواب وانتقالهم ما بين تحالف وآخر، وهو أمر شائع الحدوث مع اقتراب موعد كل انتخابات. كما تكرر أيضا متابعينا الكرام هذا الأمر مع أحزاب سنية من أجل تحقيق مكتسبات سياسية. وتنظر هذه الانشقاقات بتغيير الخارطة السياسية العامة وتأثير حتى على التحالفات الكبيرة كالإطار التنسيقي الذي دخل في حالة صدمة واضطراب منذ تسريب معلومات عن نية التيار الصدري الخصم اللدود في العودة من جديد إلى العملية السياسية. وتشجع عودة الصدريين بعض القيادات داخل الإطار على الانشقاق والانضمام إلى الجبهة الشيعية الأخرى التي يمثلها التيار الوطني الشيعي الذي أعلنه الصدر، وربما تيارات مدنية أخرى. ووفقا لمصادر سياسية فأن من بين قادة الإطار الراغبين في الرحيل حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق الذي يترأس ائتلاف النصر في شراكة دائمة مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ويبدو أنها لن تستمر طويلا. كما يرغب قادة آخرون باتباع النهج ذاته كمحمد الشيع السوداني رئيس مجلس الوزراء الحالي الذي يحاول الانسحاب تكتيكيا من الإطار والدخول بمفرده في الانتخابات معتمدا على شعبيته الخاصة، لكن طموحات الرجل تصطدم بحائط الرفض الإيراني وحرص طهران على بقاء الجبهة الشيعية في العراق موحدة وواحدة. فكيف سيكون الشكل، وهل ستشهد عملية سياسية انفراط عقد الإطار التنسيقي خلال الفترة القليلة المقبلة، أم أن التأثيرات الخارجية وتأثيرات طهران والمحاولات الداخلية ستعيد البيت الشيعي والإطار التنسيقي إلى وحدته كما كان في سيناريوهات سابقة؟